كان بين شباب جيجل وفريق حي موسى اللي عرف النتيجة تاعو، عرف التأهل حي موسى بضربات الترجيح. هذه فرق تلعب في القسم الثاني هوات، ولكن نشاهد ما صنعته في المدرجات ملعب العقيد دعميروش بجيجل. صور جميلة جدا للقاء لعب بين جارين، ولو أنه في نهاية اللقاء عرفت بعد الاضطرابات، ولكن الفريق شوف تيفو سي علي وعلقنا عليه، واش راك تشوف هنا؟ شوف فين تيفو؟ شبابكم شباب ياسر، راني نشوف شغل الاب مع وليده هذا ولا واش؟ نعم سيرمون يقولوا تسمى جياز اللي هي الاب، والابن هو فيلاج موسى، فريق حي موسى بطبيعه الحال. شباب جيجل هو البريزونسي بيان بلاصي، بيان بلاصي احنا معليني بيان بلاصي، نسابوا من جيجل حتى هو داير ولا لا عليه؟ اه وي وي نو كومونت نو نو كونت نو كونتون نو كونتون شو مكتوب هذاك؟ كومنت افالي افالي افيبل اون انجلي عباك جواز، عباك جواز لهربين هربين، جواز لهربين فرحان. واش تقدر تقول لنا على الصور هذه عليه؟ والله غير التصويرة تصور ما شاء الله يعطيهم الصحة، صورة كل أنصار الجزائر يعني كرة القدم هذه صورة يعني أنا باش تشوف هذه في القسم الثاني هوات يعني بون ماتش دو كوب إلى هذه الصورة اللي تسقم بالفوتبال ماشي حاجة أخرى، العنفلة هذيك ما يلعبش صح من 1936 جيازية تقول هذه أوروبا ماشي الجزائر، دونك الأنصار إن شاء الله يا ربي كاع في الميادين. شوف على مومون دوني لي جوار حبسوه بداو يشوفوا واش راهو يصرا في المدرجات. اه سي سي مانيفيك ما تم صح. واش تقدر واش تقول للجواج؟ لا كنا ربع رضوان فيلاج موسى ربحوا بلي بيناط 0-0 لا كوب. نعم انجليز كاع كلمتك على هذا الديربي، قال لك قرباتش غايا علقنا على الديربي، قال لك كاين ريفير بليت بوكا جونيور ومن بعد جي اس دي فيلاج موسى، ما كانش حاجه واحده اخرى. لا نقول له برك يا خونا محفوظ بوكا جونيور ريفير بليت يرميو هذوك كوارت هذا واش حكمت غير الكوارت. على كل حال والله غير يعطيهم الصحه بور ماتش سيزون ديفيزيون تشوف ماتش دو كوب، ماتش دو كوب كيما هذايا ستاد بلان ولي تيفو سيرتو دونك لي جون هم يتهموا سي فري كيما قال الخضر ويكلف هذا الشيء يعني. مليح الناس تلتهب لي تيفو اللي تلتهب بهاد العنف هذايا، والله غير نشكرهم ونقول لهم يفو كونتيني كوم سا يعطيكم الصحه. يعطيكم الصحه اذا.